السلام عليكم خوتي، اخوكم حامد توجور. دائما مع الطيور هذوك توعي اللي راني كيما نقولوا طالقهم في الدار. والله يا خوتي صدقوني بالله، غير لاحظت اختلاف كبير ما بين الطير كيكون على العام في القافص القافص القافص، شغل ما تطلقوش شي طير قاعيتك، وكي تطلقوه هكذا يحس روحو شويه في الحريه، وخاصة كي دير لهم هكذا شغل، دير لهم شلاضة، دير لهم الخس، أوراق الخس، دير لهم الفلفل الحار هذاك، دير لهم باغ اكزومبل شوية فاكهة، شوية فاكهة، المقنين يصيب روحو، يلقى روحو ما شاء الله، يحس شوية الحرية تاعو طبيعة. الكوبل هذاك تاع الخطرة اللي فاتت، السوفاج هذا اللي راهو في القفص، ولا فيمال هذيك اوكرانيان، راني درتهم كيف كيف. الحمد لله الحمد لله، لاحظ انه لقيت المال تسمى يوكل في لافومال، يوكل فيها. ملي حطيتهم اون كوبل الحمد لله الحمد لله، ما سمعتهمش ضربوا يا لو كان مرة واحدة، يا لو كان مرة هكايا ضربوا هذا مام في الماكلة مدفع الحمد لله. وعلاش انا كي نطلقهم علاش قلت لكم مليح تخلي الانثى تاع الحسون هي اللي تخير وهي اللي تطلب الذكر تاعها، ماشي انت تفرض عليها ذكر، بالك هي ماهوش عاجبها، بالك ماهيش حملاته، بالك خليها هي. شفتوا الخطره اللي فاتت كيفاش خلات الذكر هذايا الكبير تاع 3 سنين الله يبارك، خلات تاع العام، خلاتهم قاع 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 سوافج الاخر، تتبع غير في هذا السوفاج الله يبارك شارف هذايا. تبعتهم بالطبيعي الخلطه هذيك، من بعد قلت لكم باذن الله هذه تاع التمر، هذه التمر والمعجون هذا تاع التمر والحبوب اللي نديرهم انا، من بعد نوريكم كيفاش هذه تاني تعاون في الجهوزيه، الفلفل الحار، البيض، الشلاضه، التيفاف، الفاكهه هكذايا، الخيار، وخاصه خاصه خاصه الخلطه تاعي تاع العسل والعسل هذيك والحبوب اللي وريتها لكم الله يبارك في خلال هكذاك، وعطيتها لهم مده واحد 20 يوم هكذاك. لاحظت انه السوفاج هذا الله يبارك راهو الباك تاعو راهو تقريبا روزي 100%، هاو يغني ما شاء الله، هاو ياكل فلفل في الخاوتي شوفوها المباشر. هي لا فيمال، حبيت نهضر على النقطة هادية، شوف مالي مالي ضربوا بيناتهم سبحان الله، حبيت نهضر على النقطة هادية. لا فيمال تجهيز تاع الحسون الفيمالة ماشي كيما الكنارية، التجهيز تاع الأنثى الحسون كيما تاع الذكر كيف 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 كيف، تمدلو ذكر الحبوب هذيك والخلطة هذيك نفسها هذه فاش مليحة المقنينة، كيما توجد الذكر كيما توجد الأنثى كيف كيف نفس الشيء. أنا هاكا ندير، قلنا غذاء متوازن ماني طوبة، شوية شوية حبوب هكا تاع الطاقة، كيما هنا ندير لهم شوية زريعة الكيف هذيك، وندير شوية زريعة الشوك الخشين هذاك، اسمها بذور متنوعة هكذايا. وش تاني؟ راني داير شوية تشينا من الفوق، هاو الآخر راهو يقصر شوية، اسمها البرتقال هذا راح ياكلو. شوية فلفل نوع عليهم، أنا نحب ننوع، كل واحد وش يحب يروح ياكل. عندي هدايا، هذا تاع العام، عندي هذا تاع العام، تاع العام هذا الله يبارك، هاو كمل السقاط ديالو. راو فيني وش عندي تاني؟ هذا وش كاين؟ عندي سوفاجا من اللي راهو الله يبارك راهو التغريد راهو يولول، ومن بعد ندير لكم الغناء تاعو، باسكو مليح الغناء تاع السوفاج، شغل حاجه ناتورال، حاجه طبيعيه، غناء تاع غناء خلوي ديالي هذا خاص ما شاء الله. غناء صافي معمر بلي صورتي، معمر بلي باساد، ويغني نوطات انتيغرال، عنده شون راح تلاحظ فيه بلي فيه نوطات تاع التفاحي، ماشي بالاخطاء ما شاء الله، نوطات تاع التفاحي، عنده نوطات تاع الفردورون اللي هو طائر الخضري، عنده نوطات تاع طيور بريه، هذه راح تكون راح تشوف بالليك المقنين صح يدين لا نوت انتيغرال، النوطه الاصليه على طيور واحد اخرين، تسمع الشون تاع المقنين فيه نوطه تاع فردورون في الوسط للناس اللي تعرف التغريد تاع الخضري، تسمع غناء تاع المقنين هذا ديالي الخلوي فيه نوطه تاع التفاحي وعقلتها ما شاء الله، يخدمها انتيغرال، يخدمها اصليه ديالو، هي ما كاش هضره قاعدي، هذه هي. ها
هذا هو الموضوع تاع اليوم اللي حبيت نهضر عليه. حبيت نقول باللي يعني تسمى ان شاء الله انا درتهم اون كوبل ان شاء الله، مالغري ما عنديش الوقت بزاف، وباسكو هاد السمانه هذه والله مرضت لي شويه الطفله ديالي، شويه السعله منها، رانا معاها شغل بالدواء طهوره ان شاء الله. كما نقولوا الدراري صغار هادو كاع فراجيل، دوكا تاكل شويه بردي مرضو، هادي يا ربي ان شاء الله يجعل الشفاء. وراني حبيت نقول باللي هذايا راح نديرهم كوبل ان شاء الله، هاد الشارف هذا الله يبارك سوفاج الاسباني مع انثى هذه الاوكرانيه اللي شفتوها ديالي، وان شاء الله يكون ربي فيها صلاح، سواء داروا تزاوج ولا ما داروش. المهم انا راني دايرهم اون كوبل وراح نخليهم اون كوبل هكذا، باسكو علاه؟ لماذا؟ لان الانثى هي خيرة الذكر، مش انا فرضته عليها، هي تبعاته عجبها، كيف كيف هو تاني عجباته منا، تفاهموا سي بون. هذه مهمة، نقطة مهمة بزاف في التزوج تاع الحسون، ما تفرضش انت على الانثى ذكر ما يش حملاته ولا ما قبلتش به، وما تفرضش ذكر على انثى على ذكر ما ماشي قبل. خليهم هما لا سيليكسيون ناتورال، الاختيار طبيعي، خليها هي تخير ذكرتها، هي تخير ماشي انت تفرضوا عليها. هذه النقطه اللي حبيت نهضر عليها اليوم. والتجهيز تاع الانثى راح يكون مثل الذكر، الدوش، شويه رمل، شويه كما يقولون فيتامينات هكا طبيعيه ناتورال، شويه فلفل، شويه شلاضه، التيفاف، الحرايق، المورون، نباتات طبيعيه، هذوك هذا ما كان، هذا واش كاين، هذا واش كاين، ماشي حاجه كاع كما نقولوا ماجيك ولا هكذا. انا نحط لهم ربع حبه برتقال، ولا نحط لهم سا ديبون الفاكهه، شويه تفاح، كل خطره كيف نوع لهم، واللي قدرت عليه، الشيء اللي قدرت عليه هذا هو ان شاء الله. اي احبط انت، احبط احبط، روح روح مع خوتك، روح اي روح روح. هذا يالله يبارك الكبير تاعي تاع 3 سنوات هذاك، الحمد لله راهو ما شاء الله، راهو كيف كيف، راهو بدا يروزي ياك تشوفوا فيه طبيعيا. ما نمدلو والو، انا ما نستعمل حتى حاجه، نستعمل واش نعرف غير طبيعي هذا ديالي، نستعمل الله يبارك الخلطه هذه تاعي تاع الحبوب والعسل، وكيما راكم تشوفوا نستعمل خضروات، نستعمل هكذا شلاضه، نستعمل هذا ما كان، هذا كله ما في الامر، هذا ما كان حاجه ناتورال، وان شاء الله ربي يجعل الصواب ويجعل الصلاح للمؤمنين كاع، ان شاء الله كاع يتيكي يصدقوا لكم من المقانن، وكاع تخرجوا ان شاء الله. هذه هي، ادعوا لنا معكم، ادعوا لنا. هذا ما كان خوتي، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.